سمر، مع تطور التكنولوجيا صارت الأم دائما تطمح، أو الأهل بشكل عام، أنه يعلموا أبنائهم لغات عديدة ومختلفة، ولحتى يتقنوا هيدا الشيء، وخاصة بالمدارس وبشكل خاص. فكيف فينا نعلم أبنائنا اللغة الأجنبية بطريقة سهلة وبسيطة؟ وشو هي أساليب التربية المتبعة بتوجيه الطفل لإتقان اللغة بالبيت أيضا؟ حتى نحكي بهي المواضيع كلها بدنا نرحب اليوم معنا بالسيدة هناء نيازي، اختصاصية تربوية نفسية. أهلا وسهلا فيكي. والأنسة ريم منصور، اختصاص تدريس لغة إنجليزية. أهلا وسهلا يسعد فيكم، صباح صباحكم، الخير. يسعد صباحكم يا يسعد ميت أحلى. صباحكم، يسعد يا هلا، صباحكم، وأهلا وسهلا فيكم. تسلم. بالبداية ريم، خلينا نحكي ونتعرف كيف ممكن نعلم طفلنا اللغة بطريقة سهلة وبسيطة. اوكي، طفلنا الحقيقة طفلنا طفل خلاق، طفل بيستوعب كتير بشكل جيد. نحن بنغلط كتير بحقه وقت بنقول طفلنا استيعابه قليل، أو أنا بصبر عليه ليكبر شوي لحتى أنا أعلمه لغة. أثبتت كتير دراسات أنه الطفل ممكن يستوعب لغتين هو وبرحم أمه. في كتير عنا أطفال اسمهم ثنائي اللغة، يعني الأب بيكون بيتحدث لغة والأم بتتحدث لغة. بنكتشف بعد عمر كتير قصير، يعني عمره سنتين ثلاثة، هو بيتقن اللغتين تماما بشكل كتير 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 كويس. لهيك نحن لازم ما نبخل بأي وسيلة لتعليم أطفالنا اللغة الإنجليزية، لأنها هي كتير صارت ضرورة بهذا الزمن. فأنا بنصح كل أم، الموبايل موجود بكل بيت، والحقيقة كل أطفالنا عم يستخدموه للأسف الشديد، فخلينا يكون استخدامهم له مفيد ومجدي. بأي عمر ريم؟ هن وصغار، هن وصغار عمرهم سنة سنتين. أنا بحط ممكن على التلفزيون أغاني للأطفال إنجليزي، بتعلمهم أقسام الجسم، بتعلمهم العد، بتعلمهم الأحرف. ونحن بنتفاجأ جدا أنه لقدرة الطفل على استيعاب اللغة، وبعدين بصير بيستخدمها وبيحاكيكي بنفس الطريقة اللي عم يسمعها فيها. ممكن كمان ألجأ للشورت ستوريز كمان عن اليوتيوب، ممكن أنا أدخل أكتب شورت ستوريز وشوف شيء ناسب عمر ابني وكرر القصة يوم بعد يوم. بتفاجأ جدا، أنا بنصح كل أم تجرب لأنه كتير كتير الطريقة مجدية وكتير منيحة. نعم سيد هناء، خلينا هيك ضمن سياق، أول شيء صباح الخير. صباحك. أهلا وسهلا فيكي. ضمن سياق عالم التكنولوجيا، في كتير من الأهل بيستخدموه يمكن لحتى يلتهي ابنهم، وللأسف بيتعلم ممكن العنف من بعض تمام. الموفيات أو الكرتون يلي عم يشوفها، بيبتعد عن تعلم اللغة. اليوم أهمية إدخال التكنولوجيا نفسيا، خلينا نحكي، بعالم الطفل لحتى يتعلم منه مو بس اللغة، شغلات تانية أيضا. هلا نحن دائما كأهل أو كتربويين بدنا نشوف المخرج، نحن بدنا نعرف لوين بده يصل ابننا. فنحن بالبداية بدنا نعرف المدخلات اللي نحن ابننا عم يتغذى فيها، عن طريق بصري، سمعي، حواسه، شو الأشياء اللي بتهمه. مثل ما تفضلت الأنسة ريم إنه بالضرورة التكنولوجيا صارت شيء معاش بحياتنا، وأحيانا بالصعوبة إنه نفصل أولادنا عنها. طيب ماشي، نحن خلينا نستغل هيدي التكنولوجيا بما يفيد الطفل. الأشياء اللي هو بيستمتع فيها ما بالضرورة نحن نقاوم أو نحسسه إنه هي لا ممنوعة. كثير من الأهل بيكونوا أحياناً كمان متطرفين بمنعه للطفل عن هيدي التكنولوجيا. أنا ما بشوفها شيء صحي، خليه يكون شيء موجه ومنظم، هيك بيتناسب مع وقت عصره بالنهاري. تماماً، بيتناسب مع وقت عصره، وبنفس الوقت بيكون في شيء عم يفيده. مثل ما تفضلت كتير كان بمقدمتها كتير في شغلات مهمة ونفسياً صحية، والدراسات فعلاً بتأثبت إنه قدين إحنا فينا نفعل. إن كانت القصة عند الطفل، القصة بتكون أول شيء جذابة بالألوان، جذابة بالرنين الصوتي، يعني النغمة الصوتية لما بتكون فيها صعود وهبوط كتير بتشده للولد. الولد بنعرف انه مدة تركيزه ما بتكون كتير طويلة، فقد ما نحن قدرنا نركز في نساعده على انه يركز اكتر، بدنا نشتغل على المثيرات اللي بتخلي حواسه مركزة بهذا الموضوع. الستوري كتير بتساعده للطفل القصة. التلون الصوتي بالوسائل بالتدريس كمان بتلاقي الطفل عم ينشد للأنسة، كل ما كان عنده قدرة على التلون الصوتي اللي هي تعطي انخفاض وتعطي هذا الانفعال تماما، تعبر عن مشاعرها بصوتها. هون قوة المعلمة بإيصال الفكرة للطفل. التكنولوجيا شيء موجود،
فنحن نستغله ونوجهه، بنكون نحن استثمرنا بما ينفع الطفل يعني. وبنفس الوقت ما بعده كثير عن لغة العصر، اللغة هي لغة عصر، التكنولوجيا لغة عصر، ولكن لما بوجهها أنا، لما بعطي مدخلات صحيحة حتكون المخرجات صحيحة عند الطفل. أكيد قد ايه مهم إنه يتعلم الطفل اللغة بطريقة مرحة بأسلوب كتير حلو، فوت اللغة بروتينه بشكل يومي، يعني دور الأم بشكل يومي مثلا تعطي ابنه مثلا 15 دقيقة مثلا باليوم، تعلمه مثلا القصص اللي هو بيحبها، مثلا لبسه شو هو، تعلمه اياه بالانجلش مثلا، او مثلا الاكل اللي بيحبه. خلينا نحكي عن هذا الروتين، تمام. هل هو مفيد او لا، وخلينا نتعرف على الوسائل التعليميه اللي معك ريم. تمام. هلا انا ما بطالب كثير الام بانها تكون متقنه للغه الانجليزيه، الحقيقه نحن يعني عندنا فروق فرديه، في ناس بتتقن اللغه وفي ناس لا، بس انا بطالب كل ام انه هي تحاول تستفيد من هالتقنيات اللي كثير كبيره موجوده بعصرنا. انا ما بعرف الالوان، بفتح على النت وبشوف شو الالوان وبحطها قدام ابني. اذا انا بتقن فلازم يعني حتما ما عندي خيار انه حدثه بعض الجمل القصيره، اقدر اعلمه كيف يتواصل بشكل كثير بسيط، عمرك، كيفك، شلونك، لوين رايح، شو هذا شو لونه. فهدول كثير جمل بسيطه بس كثير بتوسع مدارك الطفل. الحقيقه اثبتت كثير دراسات انه نحن كل ما علمنا الاطفال لغات عديده نحن عم ننمي لهم كثير ادراك ذهني هن ممكن يخسروه بالمستقبل اذا هن ما تعلموا اكثر من لغه بعمر صغير. حتى اثبتت دراسات انه ممكن الناس المسنين اللي اتقنوا لغات كثير هن اقل عرضه للزهايمر، اكثر قدره على التركيز بس يصيروا بعمر كبير. فالموضوع جدا جدي وجدا مهم، بتمنى ما حدا انه يهمشه. هلا بالنسبه للوسائل التعليميه او تحفيز الطفل، الطفل بالنسبة لعنا بمجتمعنا يعني بيكون خلال 5-6 حصص بيشوف نفس المدرسة، يعني بتعطي عربي، بتعطي رياضيات، بتعطي علوم، غالباً بصفوف الدنيا بتكون هي نفسها. فمدرسة الإنجليزي وقت اللي بتفوت لازم تكون كرياتيف، لازم تكون خلاقة، لازم دائماً الابتسامة على وجهها لأنه هو متوقع أنه يشوف شيء جديد الحقيقة. تمام. فدائماً لازم يكون عندها كمان وسائل تشجيعية، شغلات بسيطة. هلأ في ناس ممكن يقولوا لي إنه في ناس ما عندهم قدرة مادية يشتروا هيك شغلات تحفز الطفل. الحقيقة يعني طبق الإيفا مانو كتير مكلف، ممكن أنا أعمل فيه 30 نجمة وبالتالي أنا أحصل على 30 طفل محفز. فأنا بتمنى كلنا إنه ما تعدمنا وسيلة على خلق جو تدريسي جميل الحقيقة، لأنه الطفل كتير كتير بيستحق. هلأ خلينا نتعرف على الوسائل الموجودة معك. أوكي. أقلام ملونين، أحيانا بيختار الطفل حسب صعوبة الإجابة. أكيد. بيختار له الحق إنه يختار هدية يعني. تمام. هدول شغلات كتير بسيطين، لازم يكونوا كتير كمان آمنين بالنسبة للأعمار الصغيرة، أنا ما بجيب لهم شيء يأذيهم، شيء حوافه كتير تكون سليمة ومرنة، حتى الأقلام ما يكون إلى شيء، يعني أنا هدفي أسعده وما هدفي تسبب له أي أذى. تمام. ست هنا دائما يمكن الولد الأول كتير بيكون هو مصدر اهتمام، بدنا نعلمه لغات، بدنا نحطه يمكن بأحسن مدارس، الولد الثاني بيقل شوي، الثالث خلاص يعني بيكونوا شوي هيك قلت هي الهمة عندهم للأهل. هون خلينا نحكي يمكن كيف نحن الثقة اللي نحطه، صح كتير نعطي لحدا وصح ما نعطي لحدا، ولا كيف لازم ستايل الأهل يوازنوا بين أطفالهم؟ هلأ حضرتك لما عم تحكي ايه مزبوط، الأهل بيكونوا كتير محمسين على أول طفل، بس صدقيني خبرة أول طفل بتنتقل أوريدي للطفل الثاني. سبحان الله، حتى الدراسات كمان بتثبت أنه الطفل الثاني عنده طلاقة أكتر، مع أنه نسبة الذكاء بالطفل الأول هي أكبر، ولكن بيثبت ذكاء اجتماعي أكتر الطفل الثاني لأنه صار في عنده نموذج يتعلم منه. بالعكس كتير مهم انه نحن نتعب على اول طفل ونعطيه كل شيء نحن بنقدر نأمن له اياه، لانه هو حيكون نموذج لاخواته. صح انه هو يساعد اخواته بالدرس، بالعكس كثير صح، هو حيكون قدوه موجوده فعليه عمليه داخل الاسره. هذا يعني نحن ما بنعتبره من الاهمال الاهل، لا، بنعتبره من حمل مسؤوليه، بعض المسؤوليه او تكليف بمهام بما يتناسب مع قدراته للطفل، وبيكون فيها متعه اكبر. شخصيه الطفل بركي كان ما بيحب يعلم اخوه او كان قاسي بالمعامله معه، كما
كمان حسب الشخصية يعني. هلا مش عم يكرهه بتقمص شخصية شو استاذ بعيط عليه. هلا هون بتلعب ثقافة الأسرة قديش هي قدرانة تزرع قيم التعاون وقيم المحبة وقيم المساعدة داخل أبنائها. هون نحن أنا بنشوف قدي أنا زرعت قيم بشوفها بسلوكيات ابني. طبعا فهذا تقييم سريع لمصداقية عملنا نحن وللقيم اللي نحن عم نغرسها. بس حابة أنا حضرتها هي عم تحكي أنا حابة أشوف قدي نحن اللغة بالنسبة إلنا نحن خلينا نحكي بصراحة كسوريين عنا مشكلة فيها لأنه أسلوب التلقين كانت تقليدية جدا. فقدي أنا فخورة يعني بآنسة مثل حضرتك عم تتوجه بهذا الحب للطفل. لما أنا بدي أعلمه اللغة نحن نوعا ما كتير اللغة متداولة ببيئات من زمان بس هذا الجيل الجديد كله عم بيتعلمه بالطريقة الصح بالأسلوب أنا قصدي اللي بيخلي الطفل أنه يحب اللغة ويصير هو يحكيها يعني ويفضلها عن اللغة الثانية. يعني كأسر ما كتير اللغة مثل ما تفضلت متداولة يعني كأمهات كآباء. فلما الطفل بيشوف من معلمته هيدي المحبة وهذا أكيد. الأسلوب اللطيف فهو فعليا حيشرق شرق للغه حيتعلم بسهوله اكبر تمام. حتى اذا بدك نفس الاساليب رد الطفل بيجي بينقلها. طفل حدا عنده قدره على الاستيعاب وعلى نقل المعلومه بكل المحبه اللي اعطيناها فبيرجع بيعطي من اول وجديد. فكتير بهنيكي استخدام الالوان هي من النقط طبعاً. اللي كتير بتساعد هي هون عم تشتغل على الفص الايمن بالدماغ أكيد. الفص الأيمن اللي بيساعد على الذاكرة أسرع ب 32 مرة من الفص الأيسر. طبعاً. كل ما استخدمنا ألوان كل ما استخدمنا موسيقى تماماً والشيء البصري تمام. الصورة الصورة بتعلق عنده أكثر. الألوان بتخليه يتذكر بسرعة ب 32 مرة أكثر. الموسيقى كمان نفس المبدأ طبعاً. فلما بستخدم أنا كل هيدي الوسائل أكيد حيتساعد الطفل إنه يتعلمها بطريقة صح ويحب اللغة بشكل كتير كبير. ريم معك وسائل تعليمية تمام. كمان جديدة كمان تمام. كيف بتعلميهم الكتابة وكذا وتنصحي الأهالي فيهم؟ هلأ أنا بوجه رسالة لكل مربية ممنوع تكتب بلون واحد على اللون هذا شيء أبدا ما أنا مقبول. الطفل كتير بينشد للون فأنا بتمنى كل حدا يحمل كتير ألوان معه ويستخدم كتير ألوان على السبورة. دائما لإيصال أي معلومة لازم يكون عندي وسائل ملونة وسائل إيضاحية. هلأ هي هون عندي الصور بتوضح موضوع تعلم الأعداد. سوري تمام معليش بس بشيل يعني تمام اوكي هون نحن بدنا نتعلم الاعداد فما بصير انا فرجيه هيك لازم فرجيها مترافقه طبعاً. مع الصوره المناسبه لإلها. برجع بعيد موضوع الكتابه لازم نحن نعلم الطفل هو صغير يكتب ضمن الهوامش ومن اليسار لليمين لانه انا كثير بستغرب احيانا وبتفاجئ بقول للام دربي طفلك هو تماما بيجيب لي التدريب صح بس على خط مسطر عربي على دفتر مسطر لغه عربيه واحيانا بيكون ناقل المعلومه من اليمين لليسار فانا هدفي من الكتابه كله راح تمام. هلا بالنسبه للقراءه انا عندي مشكله انا راح اساعدك سلمي لك. للقراءة أي أنسب عمر تبلش الأم إنه تدرس ابنها؟ هلا عمر خمس سنوات بيبلش الطفل يدرك شو يعني قراءة. قبل نحن عم نحكي على مهارات محادثة على تخزين كم كبير من المفردات وعلى محادثات ممكن هو بطريقة آلية إنه يتقنها بدون ما يعرف هو شو عم يحكي مثل وقت اللي نحن بنتعلم نحن وصغار اللغة العربية. هلا أنا وقت ببلش علمهم القراءة لازم أول شيء علمهم أشكال الحروف وأصواتها بشكل منفصل. بس انتهي بصير بلش علمهم المقطع الصوتي اللي بيتكون من حرفين تمام. هذا المقطع الصوتي بصير غير له الحرف الأول مثلا هون صار عندي هات بعد شوي بصير عندي بات بعد شوي بصير عندي كات تمام. فهون الطفل أنا سهلت له موضوع التهجئة بدي بلش معه شوي شوي لأنه هو أول فترة ما بيحفظ أبدا ما بيقرأ. أنا بتجيني الأم بصف الأول بتقلي ابني عم يقرأ إلا لا ابنك بيقرأ شكل الكلمة وبيقرأ الصورة تمام. معه بيصير بيقرأ وبيعرف إنه هي جملة ما أنا مفردة مثلا بتقلي له he is a boy بيقلك he is a boy لا بيعرف هي وينا والis وينا والboy وينا هو صورة تمام هو صورة وبرابطة حفظة براسه وخلاص. ست هنا بدنا نحكي هون عن فكرة كتير مهمة يمكن إحنا هلا عم نعلم إنجليش وفرنسي بتقلي له قلي مثلا عدلي الأحرف بالإنجليزي بيعدلك ياهم بالفرنسي هي شو بالإنجليزي هي شو بالفرنسي فهون صار عنده خربطة كتير
كبيرة وخاصة للأعمار الصغيرة، هون كيف فيها الأم أو المدرسة إن هي تعلمه بأسلوب ما التمييز إنه هي لغة غير هي اللغة، وحتى اللغة العربية يعني عنده ثلاث لغات بده يتعلم فيهم الأحرف والأرقام، خلينا أكيد. نبلش فيها. هلأ يفضل إنه يكون في انتظام بالمصدر، بمعنى إنه مدرسة الإنجليش فقط إنجليش بسيطة، ممكن ما يفهم الكلمات بداية وهي عم تحكي. ما بدنا نحكي بالكلمات، خلينا نحكي بالأحرف والأرقام. لا خلينا نقول اللغة، بمجرد ما هي فاتت اللغة كاملة هي إنجليش، اللغة كاملة هي فرنسي، ما يكون في مدخل للغة تانية. هون صار في عنده مصدر هي بالمدرسة تواتري. بالبيت أنا تواتري. بدي سمع له الأحرف بالإنجليزي وبدي سمع له إياهم بالعربي، وكيف فيه هو اكيد رح يحفظهم ورا بعض، بس التفريق بيناتهم لما بيكون المصدر واحد حيقدر هو يميز لحاله. حتى اذا بدك مثل ما تفضلتوا بالمقدمه هو الطفل اللي بيكون الوالد او الوالده كل حدا بيحكي لغه، يفضل انه قدام الطفل ويتعاملوا مع الطفل ما يحكي الا لغه واحده كرمال ما تصير هذا التداخل بين اللغتين. فتوحيد المصدر هو اللي بيساعد انه الطفل انه يفصل، بجوز يكون مبدئيا شويه تداخل، ولكن لما بيكون المصدر واحد يعني للغه نفسها ما بيصير هذا التداخل ابدا ابدا. بدها وقت القصه، ولكن نحن نكون حريصين، خلينا طيب اذا كان في هيدي الخربطه انه نحن ننظم للوقت للطفل ركن لمراجعه الفرنسي وركن اخر لمراجعه ماده اللغه، نكتب فيه واجبنا الفرنسي ونكتب بهذاك فهو هون الطفل لحاله فصل تماما يعني، وهي قدره قادر الطفل، بس نحن ما نخربط له اياهم يعني، ما نكون نحن عم نعمل هذا الخلط بطريقه مراجعتنا له للطفل. طريقه اسلوبنا اكيد حتفرق. ممكن نسمع نصائح اخيره ريم عن للاطفال يعني من طريق الاهل، بدور الاهل ودور الانصات اكيد بالمدرسه. تمام. انا بوجه رساله لكل ام لكل مربيه لكل مدرسه ولكل روضه، الانجليزي صار ضروره حتميه ما له خيار، فلذلك لازم نتعامل معه بطريقه كتير عملية وموضوعية، يعني لازم نحط ببالنا أنه نحن لازم ننجح، لازم نكسب طفل لغة، ما له خيار أبداً، هو لازم يكون أبداً ضرورة ضرورة. أنا برجع بكرر وبحب أنا أتشكر وجه رسالة لمدرستي وتحية مدرستي سنابل النور بصحنايا، وشكر كبير لمديرتي هند أبو زيد، مدام هند هي اللي اكتشفت ريم المعلمة، فأنا بحب أتشكرها، بتشكركم كتير على نشر الوعي بهالطريقة. الحقيقة نحن بحاجة كتير لهيك برامج. صحيح، ونحن بدنا نتشكر هذا الضمير يلي فيكي تسلميلي هذا واجبي، والإحساس الصحيح بإيصال فكرة صحيحة لجيل بحاجة للعلم هلا أكثر من قبل. ست هناء كمان كلمة أخيرة بتحبي توجهيها؟ على قد ما بنعطي أي معلومة بمحبة على قد ما بتصل بمحبة، لما بتنغرس كل فكرة وكل معلومة عند الطفل لبعدين عم تحاكيني صوتها مبحوح قالت لي صف الاول متعب، الا ما بتعرفي قديش انت اثرك كبير بهالصف الاول لما بنغرس التعلم بمحبه. يعني انا انساتي تبع الصف الاول ماني نسيان تماما، صفوف اللي بعدين نسيان تماما. والتعلم مع الطفل ممتع على قد ما لو متعب، على قد ما بيعطيكي طاقه ايجابيه، وعلى قد ما بيحسسك انه لسه الدنيا بخير، برقت عيونهم ايجابيتهم بالتفاعل مع الاشياء الحلوه. اكيد هالايجابيه بياخذوها الاطفال منكم، من عن جد هيك انسات قديش بيحببوكي اصلا بالماده يا ليام. نتشكركم لوجودكم معنا، بنتمنى لكم اكيد التوفيق لانه انتم بنات المستقبل والاجيال. اكيد شكرا.